نور الشربيني بطلة العالم للسكواش للسيدات 2019-2020، ألف 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 مبروك. الله يبارك فيكي، ميرسي جدا. دايما كده ألقاب وبطولات وتحققي على طول نجاحات. ميرسي جدا، شكرا. كلميني عن البطولة السنة دي، إيه أصعب حاجات مرت بيكي؟ البطولة بالنسبة لي صعبة جدا عشان هي أول بطولة ليا في السيزن ده، فما كنتش جاهزة أن أنا ألعب بطولة العالم وأنا مش لعبة أي بطولة قبليها، بس عشان إحنا بطولة العالم وفي مصر قدام الأهرامات، فما كنتش عايزة أن أنا أفوت اللحظة ديت، ومبسوطة جدا جدا أن أنا قدرت أن أنا أجي البطولة والحمد لله أني أكسبها. ألف مبروك. نور، قوليلي فكرة وجودها في مصر ده كان حافز قد إيه، أنه كل الجماهير الموجودين أغلبهم مصريين وأن هي بتتلعب على أرض مصر في صحراء الأهرامات؟ يعني اكيد حافز كبير جدا لينا احنا ان احنا يبقى عندنا بطوله في مصر، دي بتبقى حاجه بتفرق معانا جدا، وان يجي المصريين كلهم يجوا يتفرجوا علينا، وبالذات بطوله الاهرام انا باجي اتفرج عليها من وانا عندي 8 سنين، فكان حلم بالنسبه لي ان انا اجي العب في البطوله ديت، وكان نفسي ان انا اقدر ان انا اكسبها، فاكيد البطوله دايما مختلفه، وان هي تبقى بالذات في المكان ده بتديها شعور مختلف، وبتديها تبقى اكسترا سبيشال، يعني ان هي موجوده هنا، هو مش بطل العالم بس، لا بطل عالم على ارضي قدام الاهرامات. فشكرا جدا. بالظبط، مظبوط. طيب قولي لي، انت كنت في اصابه قبل البطوله وكان ممكن ما تدخليش البطوله بسبب الاصابه، كلميني عن المرحله دي، ازاي خرجتي منها والنهارده انت بطله العالم؟ من شهر او شهرين ونص، شهرين غالبا، كان عندي اصابه في ركبتي، وبدات ان انا وقفت تمرين، وقفت حاجات كتيره قوي، ما كنتش عارفه هعمل ايه قوي، فبس كان في نفس الوقت كان بالنسبه لي ان انا كان عندي الاوبشن ان انا مفروض هعمل عمليه، بس انا قلت ان انا مش هعمل اي حاجه غير لما العب البطوله ديت، فده كان ريسك بالنسبه لي كبير جدا ان انا اخد القرار ده، بس انا كنت مبسوطه ان انا كنت عايزه اخده عشان كان نفسي اجي احضر البطوله دي والعبها، فطبعا الموضوع كان مختلف، وموضوع ما كانش بالنسبه لي، ما كنتش واثقه ممكن اقدر اعمل ايه في البطوله، بس الحمد لله يعني ان انا قدرت ان انا اجي واكمل لحد النهارده. عارفه كل بني ادم بيحقق انجاز او بينجح في حاجه بيبقى عارف ان هو رايح، وبيبقى عارف ان هو هيعمل حاجه، انت كنت عارفه ان انت هتبقي بطله العالم السنه دي، او حاسه ان ده ممكن يحصل؟ ما كانش فيها بالنسبه لي، الظروف كانت صعبه قوي عليا ان انا افكر انا هعمل ايه في البطوله، غير ان انا كان بس نفسي ان انا اجي واشارك في البطوله، ده كان اهم حاجه بالنسبه لي. بدات اخش ماتش بماتش، وكل ماتش كنت بتحسن، فده كان بالنسبه لي كفايه، بس ما كنتش عارفه انا هفضل مكمله لحد فين يعني، فتقريبا ان انا بفكر في الاصابه، بفكر في حاجات كتيره شالت الضغط عن ان انا ابقى بفكر في البطوله وقد ايه البطوله كبيره ومهمه. عيد ميلادك النهارده صح؟ عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيبه. ده احلى عيد ميلاد في العالم مثلا. اعتقد بالنسبه لي يعني. بالنسبه للكل يعني، مفيش حاجه احسن من كده، بطله العالم في عيد ميلادي. شكرا. طيب في الاخر عايزاكي توجهي كلمه لاي حد كان موجود جنبك، وكل الناس اللي ساعدتك ان انت توصلي لده. احب اشكرهم جدا جدا جدا، لان هم السبب الاساسي ان انا بلعب سكواش، وهم اللي كانوا طول عمرهم ورايا وبيساعدوني، وهم كانوا بيصدقوا فيا قبل ما انا ابقى مصدقه في نفسي، ودايما هم الناس دي هي اللي بتظهر في الوقت الصعب، وان هو محدش بيبقى شايفهم او محدش شايف ايه اللي بيحصل، بس هم بيبقوا دايما معاك، وهم اللي بيخليني ان انا ابقى اقدر ان انا اكمل يعني. عمرك في لحظه فكرتي توقفي؟ حسيتي ان انت؟ اكيد عدى عليا لحظات كتيره جدا فعلا؟ جدا، بس بيبقى الناس ديت هي السبب اللي بتخليني ان انا ما بطلش، وان انا اكمل سكواش يعني. الف الف مبروك، بتمنى لك التوفيق دايما، شرفتينا كلنا. ميرسي جدا.